الليالي الرمضانية تشهدها مدينة بركان في نسختها الثانية، حفل تنظمه كل من جمعية بوزيتيف وجريدة أوريوم ماروك بساحة محمدين السادس، والأمسية الأولى خصصت لبراعم المدينة. نقوم يعني بمجموعة من الأنشطة التي تنشط الشباب والأطفال، والتي من الأهداف الكبرى هي نشر الإيجابية في المجتمع، وذلك من خلال إدخال البهجة والفرحة والسرور على مختلف الفئات العمرية للأطفال. وكنشكروا السكينة ديال مدينة بركان اللي حضرت بكثافة، والأطفال ديالها يعني كل شيء كان مزيان والحمد لله، باش نرجعوا واحد الطقوس اللي كانت مشات علينا. يعني كنشوفوا هذيك الفرحه ديال الوليدات اللي كيكونوا صاموا لاول مره، كنجيبوهم كندير لهم الحنه كنلبسوهم وكنعطيو لهم ديك لي كادو باش كيفرحوا. يعني ضروري خص تعطي واحد الكادو اللي غيفرح به الولد كي كيصوم، وهذا هي الميزه اللي درناها. هي مسابقات ثقافية وفقرات فنية وإنشادية حضرها مجموعة من أطفال المدينة، حفل فتح في وجه العموم وبأزياء تقليدية وأياد صغيرة مدت للحناء، ازدادت الليلة بهجة وسرورا. هذا الحفل كيجي في إطار إدخال البهجة والفرحة والسرور في قلوب الأطفال، وباش نكسروا روتين رمضان وباش نشجعوهم على الصيام. هذه هي النسخة الثانية، ونتمناو أن هذه الليالي الرمضانية تعاود تنظم مرارا وتكرارا، لأنها حقا كتجلب السعادة والسرور والفرحة لمدينة بركان والقلوب الأطفال على وجه الخصوص. هذا الحفل كيضمن فضاءات التصوير والحناء إلى غير ذلك، وكذلك مسابقات ثقافية اللي كيربحوا معنا الأطفال جوائز، وكنتمناو هذا الحفل يكون فات في أجواء رائعة. إن الليالي الرمضانية هذه تهدف إلى ترسيخ التقاليد والعادات المغربية لدى الناشئة، كما تعتبر فرصة لتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الثقافية والدينية.